مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال ثلاث اشياء تجعل مربي الارانب المبتدئ يمل من تربية الارانب. يعني في الحقيقة هاد الثلاث اشياء ممكن انها تثقل الكاهل ديال المربي. ندوزها لكم في ثلاثة ديال النقاط. النقطة الاولى وهو التنظيف. شحال من واحد كيدير التربية الأرضية، يعني كيبقى يوميا كينوض وكيمشي ينظف عليهم الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، مهم الشهر الأول كاع كيبقى صابر، ولكن من بعد اسمو كيوقع له كيبقى يمل، كيبقى يقول واش أنا غادي نبقى يوميا غادي نبقى ننظف عليهم بهذه الطريقة هذه. يعني تشطاب ويعني داك الفزق ديالهم أعزكم الله، يعني في الحقيقة يعني مع المده، حنا ماشي كنهضروا على النهار الاول ولا الثاني، مع المده كيكره، حنا كنقولوا بالعربيه كيكره، علاش؟ كيكون باقي الانتاج ما كاينش، كيكون هو باقي عاد مربي عاد جديد، كيكون الانتاج ما كاينش، المهم كيبدا حنا كنقولوا بالعربيه بالدارجه كيبدا يطلع له الخس. انا كنبغي نهضر مع يعني في القناه ديالي كنبغي نهضر معكم، يعني خلينا من الكلام المنمق. بصح ان المربي كيطلع له الخس، ما كيبقاش باغي يكمل. علاش؟ لان كيقول واش انايا هذا الارانب واش بصح غادي يدخلوا لي، واش بصح غادي نربح منهم، كيكون عاد بادي وكيبقى يقول انايا هاد التماري كاع اللي كنضرب واش كاينه شي فائده ولا ما كاينه شي فائده. اذا كنقول للناس بلي راه كاينه الفائده، خص المربي يصبر على الاقل، خصو يصبر واحد العام، يعني سنه كلها وهو كينظف بواحد الطريقه يوميه، ماشي كاع يوم، يا ما نقولوا نهار نهار لا، ولكن الحل ديال هاد النقطة هادي نذكر كل نقطة ونذكر الحل ديالها. الحل وهو ديروا الكيجان. الكيجان يعني أسهل طريقة للتربية. حدا دابا انتم كما كتشوفوا هذا كاج وسمو اشنو فيه ميكا من التحت، هاي ميكا ضربة يعني شادة عليه كله بما فيها الولادات، راه هما الولادات، يعني ضربة لجهة الولادات، هاهي كل هاد الجهة فيها ميكا، وفي الاخر اسمو كنلقاو فوق بواحد، ها هو انتما اعزائي المشاهدين كتلقى ثقبه وحده اسمو كيوقع فيها. ها انتما انا غنوريكم كيفاش كيكون هنا بانيو لتحت، بانيو واحد كيجمع فيها. تخيلوا انني ما كننظفش من بعد اسبوع ما كان نشوفش في هذا التنظيف كاع. ها انتما اشنو كندير، داير الشطابه هنا ثم الى كتبان لكم هنا صافي، كندير هاد العمليه ببساطه، ماشي كنشطب عليهم، كندير هكا كندفع هاد الشيء للثقب. هانتوما بهاد الطريقه، هانتوما الا كتبان لكم الشطابه راه كتحرك وكتدفع غير في الثقب، وداك الثقب كيطيح فين؟ ديك البانيو، هذاك البانيو اسبوع كامل بحري الله كيتجمع. هانتوما انت الشطابه لصق فيها هاد العمود، هانتوما بهاد الطريقه، ها هو عمود كنشدو من هنا، ها هي الشطابه راه غاديه 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 راها، وكتجمع هذاك الشيء كترميه فاش ديك البانيو اللي مديول. هذاك البانيو ما كيتجمعش فيه الفزق بزاف، كيتجمع فيه غير هاد الفضلات. صافي، هذه دابا راني نظفت، يعني صافي راني ساليت. اما التربيه الارضيه اخواني غادي انا راني جربتها في البدايه ديالي، جربتها راه غادي يعني تملوا من التنظيف. إذن هذه كنقطة أولية. النقطة الثانية وهو شراء العلف. شحال من واحد كيكون في الأول يعني ما فاهمش شنو هو تربية الأرانب، كيبقى يعطيهم كميات بزاف، يعني كيبقى يعطيهم كميات بزاف، سمو كيوقع له أن العلف كيبقى يسالي له دغيا، كيبقى يقول واحد الأرانب كياكلوا بزاف، خصوصا الرومة، الروميين كياكلوا، يعني خاص بعدا واحد 200 غرام الارنب الواحد. هذا تبارك الله هو بابيون راه كياكل تقريبا 100 غرام في الوجبه، 100 غرام في الوجبه تبارك الله، ولكن كنساعد مثلا بهذا الخبز الجاف. مثلا ها هو خبز جاف، كنقطعوا له هكا بهاد المرصويات هكا، وكنعطيه له كاع شويه تخلطوه مع شويه ديال الفصه، الفرتيل ديال الفصه هكا، وياكل حتى الفصه غير الارانب الروميه. حاولوا انكم ما تعطيهمش يعني الاشياء الخضراء، اما البلديه اعطيهم الاشياء الخضراء، اعطيهم القشور، اعطيهم تبارك الله هادو كيعيشوا مزيان، يعني اللي عطيتهم لهم كياكلوه.
هادو هما باش عاشوا جدود ما كانوش كيعرفوا هاد الاناني بكاع اللي جايين من اوروبا. هادو راه اناني براهم مهجنه جايه من اوروبا، ما كانش يعني في التربيه ديال الارانب ما كانوش كيعرفوا سمو شنو هو يعني الارنب الرومي. اذا حاولوا انكم منين تشريو العلف ما تشريوش اولا ب ب ب ب ب بالكيلو، لا كيطيح غالي. شريو خنشه وحطوها، خنشه كدير 90 درهم 85 درهم، ما بين 80 درهم 85 درهم 90 درهم حتى 95. والخبز ديال الدار ما ترميهوش، خليوه هذا الخبز هذا وقرضوه هكا طريفات هكا باي طريقه. كاين اللي يقرضوه بمهراز، كاين اللي يديروه في خنشه وضربوه بواحد العصيه، كاين اللي انا كنستعمل مقص ديال الاشجار وكنقطع بها الكميه هكا بحال هكا وكنخليها صافي. وكنديباني شويه بـ 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 يعني بالسيكاليم مره باش ماشي تبقاو غير تشريو خنشه ديال السيكاليم. او الناس كاع اللي كيتغلبوا نيشان وهما هذوك الناس اللي كيمشيو كيديروا السيكاليم لا فقط، وكيبقاو يشريوه بالكيلو. فيما كيشريو مثلا 4 كيلو 5 كيلو كطيع لهم ب 4 دراهم ونص، وكاين اللي كيبيعوا حتى 5 دراهم، يعني 20 درهم راه ما كتضرب لك والو. يعني كيمشي كيشري 20 درهم ومنين كتكملو يمشي يشري 20 درهم واحده اخرى، في حين ان الا مشيتو شريتو خنشه كيطيح ب 76 ريال تقريبا 3 دراهم ونص، ما كاملاش 3 دراهم ونص، 76 ريال قل من 3 دراهم ونص. يعني راه كتربحو تقريبا واحد درهم و20 ولا في الكيلو. درهم في الكيلو راه ما ساهلاش، الناس اللي كيعرفوا القيمه ديال هذيك الدرهم شنو هي على الدوام، ماشي على راني ربح درهم واحد، لا راه على الدوام والكميه. ملي كتشري 25 كيلو راه كتربح فيها بزاف، ها 25 درهم شايطه هذه غير الا ربحتي درهم في الكيلو، راه كربحتي 25 درهم شايطه. وعلى الدوام راه المربي راه كيمل، كيبقى يقول واش انا ابقى غير نصرف عليهم؟ لا سمو اش ديروا الحل ديال هذا الشيء. الخبز جاف ها هو، الفصه هاي الفصه راه كدير بالا كبيره، يعني هذا البانيو هذا راه ممكن تكون من واحد انا راني غير كنحيد وكنحط شي بالطرف هذا البانيو ممكن انه يكون من واحد 10 مرات ولا 12 مره. تخيلوا ان تشريوه ب 75 درهم، 75 درهم وكاينه ديال 70 درهم. هذه الفصه الممتازه كدير 75 درهم، يعني بالا راه ممكن تضرب لكم واحد 3 شهور ولا 4 شهور اللي عنده قاطع صغير. اذا هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه وهو ان المربي كيمشي كيشري كميه، كيكون باقي ما فاهمش شنو هي التربيه ديال الارانب وكيشري كيبدا بكميه كبيره. اشنو كيديروا اشنو كيوقع له؟ كيبقى يوقع له الا مشات ما كانش محصن وما فاهمش الطريقه ديال التحصين ويعني غير كيبداو يموتوا له صافي. كيقول هذا المشروع هذا غير الناس غير كيكذبوا، ما فيه لا ربح لا والو، هذا المشروع راه يعني الناس ما عرف هو ما فهمش كيفاش الناس كيصدقوا لهم. كيقول لك انا بعدا ما كيصدقوليش، وراه ماشي انت اللي ما كيصدقولكش، راك نتايا بديتي بعدد كبير ديال 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 الامهات. كاين اللي مباشره كيمشي من السوق وكيقول لك انا غنشري واحد 10 الامهات وجوج دوكو وثلاثه دوكو، كيبدا يخلطهم كيبداو يموتوا له الذكور، لان كيخلط الذكر مع الذكر ينوض في الصباح كيلقى واحد ميت كيقول لك لا راه هادشي ما خدامش وكيموتوا ليه. ما تربيه الارانب اخ منها، عفوا على هاد لان هاد الكلمه سمعتها، يعني سمعتها من الناس وبغيت نوظفها بالاني باش 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 نوريكم ان الناس كيفاش كيفكروا. يعني ما تقولوش على تربيه الارانب راه ما مزياناش، لا تربيه الارانب خاص غير في الاول تشري عدد صغير، يعني ممكن انك تشري جوج متوات وذكر لا غير، ودير اقفاص بحال هكا. واحد الفيديو راني دايرو ديال قفص اقتصادي، دخلوا القناة ديالي راه واحد الفيديو رائع، يعني ممكن انكم ديروا غير يعني الاقفاص ديال الثلاجة، الكرياجات ديال الثلاجة كتصوبوا بهم وهما رخاصين في الثمن، كتصوبوا بهم قفص اقتصادي ما يطيحش لكم حتى ب 50 درهم. يعني هذه كبداية، منين تشوفوا الارنب قدامكم وكتبقاو تقلبوه يوميا وكتشوفوه كيفاش كيتعامل، كيفاش كينوض، كيفاش كي الولاده ديالو، هذوك الصغار كيفاش تتعاملوا معاهم،
من لابد ما غادي تعلم. انا هذه راه بالتجربه، الاول شحال من واحد كيكون ما عندوش تجربه وكيقول لا انا ما هادشي ما غادي ما نفهموش. لا، كاينين مواضيع ماشي غير القناه ديالي راني ذاكر فيها تقريبا جميع المواضيع اللي خاصين بتربيه الارانب. ممكن تبحثوا في قنوات اخرين، ممكن تبحثوا في سيتات اخرين. المهم انكم يكون عندكم واحد الدرايه بالموضوع، تبقاو ممكن انكم هذوك الارانب تخليو منهم. وعلاش حنا كنقولوا تربيه الارانب؟ يعني خاصك على الاقل تكون عندك واحد الخبره ديال سنه او سنتين، لان بحال هكا كاين الناس اللي كيكونوا هذوك الارانب ما كيبيعوش منهم، هذوك منهم كيخصلوا منهم عاود. سمو كيوقع انهم ما كيدخلوش الامراض بعدا من 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 السوق، ما كيمشي مشي يبقاو غير يشريو من جوايج اخرين، لا كيبقاو هذوك الارانب هما نيت كي 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 كيديروا كيخصلوا منهم. يعني ملي كيكبروا كيزوجوهم خص غير شويه ديال البحث. يعني ماشي كنقول لكم زوجوهم يعني الزواج ديال الاخوه، لا، كيكون عندكم واحد جوج نتوات وكتخليو يعني يعني كل نتوه ما تزوجوش الاخوه ديالها، لا، من نتوه لنتوه تكونوا عاقلين وداك الشيء بالتسجيلات وتحصينات. وعلى المدى راكم غتعلموا غير صبروا، راه غادي تعلموا الى كملتوا في المشروع. اما الناس اللي كيقول لك لا هادشي ما كيدخلش، لا راه كيدخل وكاين ربح، ولا صبرتي راه كاين واحد الربح وفير ان شاء الله، اللي ممكن انه مع المده يولي يعني عندك اكتفاء ذاتي من اللحوم في المنزل ديالك. ممكن انك مع المده تبقى تربح يعني وتوفر شي شويه ديال الفلوس. خص غير الطريقه كيفاش تتعامل مع هاد الارانب، راهم تبارك الله فيهم المدخول، و يعني غير ما تملوش غير الملل. الموضوع ديال هاد الحلقه هذا هو الملل. ما يخصش المربي يمل، الا مل من المشروع صافي غادي يرجع في نص ديال الطريق. هو لا، الا فتو غير النص، يعني كاين واحد الباندا هي غاديه باندا، الا فتو فيها النص كيولي التربيه ديال الارانب سهله. الا تراجعتو قبل من النص يعني في الربع ولا في الثلث وقلتو صافي لا الارانب ما كيدخلوش، صافي يعني في الحقيقه ما غاديش تكملوا المشروع. انا هذه بالتجربه، ان كان صادف الناس كيقول لك انت كيفاش كدير كيفاش انا راه ماشي عندي شي مخ ديال شي عالم، لا، عندي غير الصبر، كنصبر وكنوض نخدم. يعني بحال هاد الميكا ملي غادي تمشي تبغي ديرها راه خصك كيفاش تفيكسيها. بحال هاد الميكا هادي الا بغيتي تفيكسيها راه ماشي ساهله. الا بغيتي تشري اقفاص وتصاوبهم يعني بالقرياج ديال الثلاجه راه ماشي ساهل، اي حاجه ماشي ساهله. هانتوما هذا هو القفص ديال الثلاجه، كيكون هكا كيكون مغلف. هانتوما دير هانتوما كيفاش كيكون مغلف بالبلاستيك، والثمن ديالهم راه هذوك القرياجات راه رخيص. غير خصكم تنوضوا تشريو السلك لكاط ولا بانس وتبقاو تلاقيو وتشوفوا المقاييس، تشوفوا البلاصه ديال الولاده كيفاش غديروا لها بداك الامكانيات اللي عندكم. اي حاجه عندكم في الدار ممكن تخدموها، لكاط، موس، مقص، ميكا، ممكن ما تشريوش الناس اللي ما عندهمش امكانيات. اي ميكا انا عندي هنايا بحال هذا القفص هذا، لاحظوا ان هذه الجهه هي فيها باش، ها هي باش هذا مشري بون اوكازيون، ماشي شريته جديد، فيه واحد الثقب تما ماشي مشكل. والباقي شنو راني داير؟ كواش اللي كيكونوا ضايعين ماشي ترميهم، لا، حتى حاجه ما كترميها. انتم هادو غير اغطيه، انتم شوفوا هذا غير كنموذج. عندي بلايص اخرين داير فيهم، هذيك راه غير كاشه، هي كاشه. هانتوما الفوق ممكن ديروها هانتوما هنايا، ها هي هادي زنكه كتباع ب 50 درهم للمتر كاري من لافيراي بطبيعه الحال، ان في الجديد راها رخيص راها غاليه. بولا هانتوما اسلاك، انا عندي بلايص اخرين كندير فيهم هاد التربيه هادي، داير مع ناس اخرين وشارك مع ناس اخرين، ودير التربيه ديال الدجاج البلدي، داير تبارك الله السمان، الدجاج الرومي، الفلالس. ولكن انا كنهضر لكم على ديما على التربيه ديال الارانب لانها سهله، ما فيهاش تماره في الحقيقه. الى المربي كما قلت لكم هذيك الباندا ديال العمر ديال تربيه الارانب يقدر يتجاوز النصف ديالها، كونوا متاكدين ان غادي يزيد لقدام وغادي يكون عنده مدخول من هاد الارانب. راهم ساهلين في التربيه، ما فيهم الصداع،
لاحظوا انك كتسمعوا واحد الاصوات ديال الدجاج البلدي، كتسمعوا واحد تكتيك، هذا راه هنايا يعني السمان، انتم اللي بغيتوا تشوفوه انتم، هذا راه السمان تبارك الله، حتى هو راه فيه المدخول ديالو بوحدو، انتم الى كيبان لكم. المهم ما تملوش، انا هادشي اللي كنهضر عليه، ما تملوش يعني اي حاجه ديروها، خاصكم كما قلت لكم واحد الباندا خاصكم تفوتوا فيها النص. الا فتو فيها النص يعني واحد الشريط ديال العمر ديال التربيه ديال اي حيوان، الا صبرتوا فتو فيه النص، اسمه هو المعنى ديال فتو فيه النص، وهو انكم اكتسبتوا خبره وصبرتوا، يعني العمل التنظيف يعني باش ما يجيكمش شي امراض. البحث، بحثوا سولوا ناس اللي كيعرفوا في هذا الميدان، اي معلومه دخلوها لراسكم وحفظوها وطبقوها يعني على بشكل يومي. هذا الشيء، هذه التربيه هذه راه ماشي مديوره غير للهوات، ولكن راه مديوره للمحترفين. الحلقه ديالنا هي هذه، نصيحه يعني تابروا ويعني ديروا مثل هذه المشاريع، راها كتدخل، ماشي راه حنا كنخبيو على خوتنا، لا كما كنبغيو الخير راسنا كنبغيو للناس، كاين مدخول الحمد لله باش يعني الاسر الفقيره حتى هي تستافد من هذا مثل هذه المشاريع. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.